مختلفة. وانا اذكر ان يومها هو تحمس جدا للي انا قلته ده، وقال لي اعمل لي دراسة جدوى. وهنا في الاستاذ عماد عبد المحسن موجود معانا هنا، الشاعر عماد عبد المحسن، وصديق اخر لينا من صندوق التنميه الثقافيه كان اسمه الاستاذ عطيه، وقعدنا مع بعض ليله كامله نصيغ هنعمل ايه جوه مركز الابداع الفني ده، ونتكلم على الاساتذه. مركز الابداع الفني فيه اكتر من 12 استاذ بيدرسوا لكل المواد اللي احنا بندرسها. وفي الواقع مركز الابداع الفني مش مخرج بس ممثلين نجوم، لكن هو كمان مخرج مخرجين نجوم، ومخرج كمان مهندسين ديكور وازياء نجوم. ولو حضراتكم يعني هتلاقوا اسماء رنانه جدا، اسلام امام، هتلاقوا هاني عفيفي، هتلاقوا عبير علي، هتلاقوا ياسر الطبجي، هتلاقوا ناس كتير تخرجت من قسم الاخراج تحت اشراف الاستاذ عصام السيد، وهتلاقوا ناس تخرجت من تحت ايدين الدكتور ناجي شاكر رحمه الله، والاستاذه نعيمه عاجل زي مروه عوده، ودي واحده صارت من اهم مصممات الازياء اللي موجودين في مصر حاليا، وهي خارجه من مركز الابداع الفني. فاحنا مش بس متخصصين في مجال التمثيل، لكن احنا كمان بنتعامل مع الاقسام الاخرى زي قسم الديكور والازياء، وزي قسم الاخراج، زي برضو ما شفته في الفيلم الاولاني. المقدمه دي يعني لابد منها في الاول قبل ما اقول ان احنا اخترنا الطريق الابسط، وهو تحليل البني ادم لعناصره الاوليه. احنا بنرجعك تاني تدرس القاء لوحده، وتدرس غناء لوحده، وتدرس استعراض لوحده، وتدرس ارتجال لوحده، وتدرس اتيكيت لوحده، ثم تجتمع كل هذه الدراسات في عرض التخرج في النهايه. شريطه ان كل ماده انت بتتعلمها بتعرضها على الجمهور، لان احنا ما بنخبيش احنا علمناك ايه. وشريطه ان احنا ما بنبتديش بالتمثيل، التمثيل ده بيبقى اخر ماده بتتعرض قدام الجمهور. اول ماده بتتعرض قدام الجمهور هي الغناء. والغناء زي ما حضراتكم شفتوا في الشوطين كده، في شوط كان فيه بيومي فؤاد وشاهين ومسامح حسين وايمان سيد ونضال الشافعي وانجي وجدان ومجموعه كده بيغنوا حاجه كلاسيك، حرج عليا بابا ما راحش السينما دي. كان عندنا استاذ عظيم كده اسمه الاستاذ عماد الرشيدي علمهم الغناء الكلاسيكي. ثم لو خدتوا بالكم ايضا في شوط تاني كان في البلد اسمها الدهشنا، ودي كانت بتتكلم عن اغاني الافلام، وعلم لهم. هتلاقوا في وسط الكاست اللي موجود هتلاقوا احمد داوود، وهتلاقوا ممدوح، حمد ممدوح، ومحمد فراج، ومحمد سلام، وهشام اسماعيل، وحمزه الغيلي، وامير صلاح الدين، وحسام داغر، وعمرو عبد العزيز، الدفعه الشهيره بتاعت قهوه ساد. وده ايضا من ضمن الناس اللي شفتوه كتير في الفيلم جمال عبد الناصر، شفتوه كمخرج وكممثل. يعني هو جوه اتخرج معانا من الدفعه الاولانيه كمخرج، ومن الدفعه الثانيه كممثل، ومن الدفعه الثانيه كمخرج.